خلينا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليك نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك بخير يا رب. ومعلش بقى انا هستغل وجود حضرتك معانا وعايزه اروح ل يعني الشق التحكيمي شويه، ولو ان امبارح رئيس لجنه الحكام يعني السيد وجيه احمد كان بيتكلم او صرح ان هو بيرفض التعقيب او التعليق على الحالات التحكيميه، وهو ادى كمان او قيم امبارح طاقم التحكيم من 8.5 تقريبا، وهو تحدث ان يعني كابتن محمد ده معروف ادى اداء رائع جدا. انا مع كل ده هروح مع حضرتك وهسالك كيف كانت المباراة من الشق التحكيمي، أو هل نقدر نقول مثلا المباراة كانت صعبة تحكيميا من وجهة نظر حضرتك كابتن ناصر؟ خلينا نتكلم الأول بشكل خاص وبعد كده نتكلم بصفة عامة عن المباراة الصعبة اللي جاية أستاذ النهوان. أولا كابتن محمد معروف الحكم الدولي وحكم طبعا كبير وباسمه، ومحدش يقدر يتكلم في أي حاجة، ولكن أنا بس بسأل سؤال. الحكم محمد معروف أدار مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة تقريبا من 84 يوم. هذه المباراة شهدت أخطاء تحكيمية يعني أثرت في نتيجة المباراة. وقلت قبل كده إن هذه الأخطاء التحكيمية نتيجة الأخطاء النادي الأهلي خسر هدف مقابل لا شيء في هذه المباراة اللي كان فيها ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للنادي الأهلي، اللي كان فيها بطاقة حمراء مباشرة نتيجة الفرصة الواضحة لتسجيل هدف، وطبعا ده ما حصلش. وكان فيها هدف كان يسبقه مخالفة، وايضا هنا الفار لم يتدخل في هذه الاخطاء التحكيمية المؤثرة في نتيجة المباراة. مظبوط. لما يبقى النهارده انا بعين حكم محمد معروف في مباراة امس، انا ما بقولش التعيينات دي هي حق اصيل لجنة الحكام، ولكن انا بقول النهارده حتى من الناحية النفسية انا ليه بضغط الحكم الدولي محمد معروف. أنا النهارده لما بيجيبوا في مباراة صعبة، وإحنا عارفين النادي الأهلي النهارده بينافس على بطولة الدوري العام، أنا عندي 21 حكم ممكن أختار منهم أي حكم ما يكونش عنده مشاكل تحكيمية مع النادي الأهلي. ما بنقولش إن إحنا بندخل في تعيينات الحكام، ولكن ممكن من 21 حكم أختار الحكم الكفء، الحكم اللي عنده شخصية تحكيمية، الحكم الأقل أخطاء، وإحنا قلنا الحكم المتميز هو الحكم الأقل أخطاء في صحيح. ميدان الملعب. وده تساؤل مشروع برضو يا كابتن ناصر، يعني مش غلط إن إحنا نسأل السؤال ده بصراحة. أنا بس أنا بقولش حاجة، ما هو أنا كنت حكم دولي ومريت بهذه التجارب. لما تكون أنا عندي مشكلة مع نادي في حالة أو حالتين تحكيمية، ممكن النادي ده خسر، ممكن أنا ببعد شوية. وبعدين أنا لما بلعب في توقيت معين، يعني انا بقول التوقيت دوت صعب جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي مضغوط دايما، وزي ما حضرتك قلت قبل كده النادي الاهلي بيلعب خارج مصر بيمثل مصر وبيشرف الكره المصريه في كل الاماكن، سواء كان على المستوى المحلي او مستوى الدولي. وبالتالي انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا النهارده الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا جدا جدا، فتره تحكيميه صعبه. انا بطالب او بناشد نجم الحكام ان هي انتقاء الحكام الجيدين، الحكام الشخصيه التحكيميه الجيده اللي هم يقدروا يمروا بالمباراه باقل الاخطاء. ما بنقولش اي حاجه خالص ولا نتدخل في تعيينات الحكام. تعيينات الحكام حق اصيل لجنه الحكام واتحاد الكره، ولكن من غير المعقول ابدا ان انا ادفع بحكم عنده مشاكل تحكيميه في مباراه تقريبا كانت النادي الاهلي خسر فيها 3-1، وهذه الاخطاء اثرت في نتيجه المباراه. بنتكلم على الحكم ودوره في الفتره اللي جايه، لا يعني لابد الحكام تجتهد وتشتغل على نفسها كويس قوي. الانديه بتصرف، الانديه بتشتغل، الانديه بتجتهد، ولكن اي خطا تحكيمي في الفتره اللي جايه غير مقبول بالمره. وانا بقول هذا الكلام لان من غير ما اقول النهارده الانديه سواء لاعبين او جهاز فني او اداري او قوه مجلس ادارات بيبذلوا كل الجهد في الوصول للهدف، ونشوف اخطاء تحكيميه في الفتره اللي جايه. هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، اسمحي لي، واحنا بنتكلم في موضوع مهم وهو موضوع اضاعه الوقت. الحكم امبارح او بالامس الشوط الاول هو احتسب 4 دقائق وقت بدل ضايع. خلي بال حضرتك والجمهور الجميل بتاع حضرتك ان القانون ألزم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع. نتيجة إيه؟ نتيجة التوقفات اللي بتحدث أثناء الشوط. على سبيل المثال إصابات اللاعبين وعلاجهم، التبديلات اللي بتحدث في الشوط،
نتيجه ان توقف المباراه نتيجه الفار. كل هذه التوقفات هنا القانون الزم الحكم باضافه الوقت بدل الضائع، وبالتالي كان هناك 4 دقائق وقت بدل ضائع. انا بقول الاربع دقائق دول بس اللي هم كانوا موجودين في اصابه لاعبي نادي الانتهاك، اللي هم استغرقت تقريبا 4 دقائق. كان هناك 6 دقائق على الاقل كان من المفترض الحكم امبارح يضيفهم في الشوط الاول. هروح للشوط الثاني وعاوز بس ادي مثال ومفهوم يعني ايه اضافه الوقت بدل الضائع. احتسب الحكم 6 دقائق وقت ضايع، ال6 دقائق حدث فيهم سقوط للاعب لحارس مرمى نادي الانتهاك، سقط تقريبا مرتين او 3 مرات مرتين او، وكان في تطويل وكان في مشهد مفهوم يعني، ما اعتقدش حد امبارح كان بيتابع وما كانش فاهم ده كان وراء ايه، حاجه كانت ما اعتقدش افضل شيء او افضل مشهد كابتن ناصر. بالظبط، وانا بقول الدليل ان الحكم اشهر البطاقه الصفراء لحارس المرمى. هو انا بس بسال السؤال، هو اشهر البطاقه الصفراء دي لان هو كان متعمد ان هو يضيع الوقت. صحيح. طيب لما يبقى انا بدي 6 دقائق كابتن هواند، بدي 6 دقائق، وفي ال6 دقائق دولت حصل ان حارس المرمى سقط 3 مرات تقريبا اضاع من الوقت دقيقتين. هل انا هلعب 6 دقائق بس ولا هلعب 8 دقائق؟ ده السؤال. لا، انا مفترض الحكم لو انا اديت 6 دقائق وحصل فيهم ان الوقت اللعب توقف واضيف الوقت اللي هو توقف دوت، يعني انا المفروض بدل ما انهي 96 بني في الدقيقه 98. بقول الكلام دوت ليه؟ لان الوقت الضائع ده حق للفريق، يعني انا صحيح. مش بمن على الفريق ان انا بقول 4 دقائق، ويجب ان يكون حق الوقت الضائع ده دقيق جدا جدا جدا، وده القانون قال ان الحكم لابد ان هو يحتسب الوقت بدل الضائع للفريق. وامبارح النادي الاهلي حتى الهدف اللي جه، هدف الفوز جه في الدقيقه 93. بشكل عام استاذ الهواد انا بقول ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، وفتره يعني لا تتحمل اخطاء تحكيميه. صحيح. ولا نتدخل في التعيينات، ولكن بنقول ان اختيار الحكام الاكفاء في هذه الفتره اكيد هيبقى عنصر مهم جدا في نجاح بطوله الدوري في العالم. كلام محترم جدا، بتفق مع حضرتك. طب كابتن ناصر، اولا صباح الفل على حضرتك، سعداء بمشاركتك معانا في حلقتنا النهارده، واسمح لي اتوجه لحضرتك بسؤال يعني خده على بساطته كده، بس يعني اتمنى ان حضرتك يوصل لك المعنى او المغزى اللي وراه. احنا ليه بقينا مؤخرا بنتكلم كتير عن وجود اخطاء تحكيميه؟ في البدايه اكيد مش هنختلف على ان الحكم هو بشر في الاول وفي الاخر، ومفيش حد منزه او خالي من الاخطاء بطبيعه الحال، والاخطاء دي بتحصل حتى في دوريات العالم المختلفه، فدي حاجه مش هنختلف فيها. ولكن الملفت للنظر ان احنا بقينا مؤخرا بنتكلم عندنا في مصر في الدوري العام المصري بنتكلم كتير عن اخطاء تحكيميه، علما بان المفروض ان كل الحكام عندهم من الخبره ما يسمح او ما يمنع من ان هم يقعوا في هذه الاخطاء التحكيميه دي، رقم واحد. رقم اتنين، هو مش المفروض ان الفار لازمته ان الحاجه اللي تكون فاتت عن الحكم ما شافهاش الحكم، الفار هو اللي يحسبها عشان منطق احقاق الحق يتحقق، ده ليه مش حاصل يا فندم؟ صباح الخير، صباح الخير يا حضرتك كريم، وطبعا بحيي حضرتك على السؤال الجميل اللي انت حضرتك بتساله. احنا قلنا الفار بيتدخل في الحالات الظاهره او الفائته او الغائبه عن حكم المباراه. وهنا الفار هو وسيله مساعده لحكم المباراه في تحقيق العداله التحكيميه، اللي اعتقد من غير الفار كانت حاجات كثيره جدا بتروح من الحكم. وهنا زي ما قلت حضرتك هنا يجب ان يكون في تفاهم متجانس ما بين حكم الميدان وحكم الفار. طبعا انا بقول الكلام دوت، لو انا النهارده حكم ومعايا حكم الفار وانا مش عندي يعني يقين بان هو هيستدعيني في الحالات التحكيميه، او انا يمكن ببقى قلقان شويه، هي المشكله ايه؟ المشكله عشان تبقى المباراه ماشيه بشكل يعني جيد ان يكون في الثقافه التحكيميه عند الحكم هي موجوده، هي نفس الثقافه الموجوده عند حكم الفار، او تقدير الاخطاء التحكيميه عند الحكم هو نفس التقدير اللي موجود عند حكم الفار. يعني انا هقدم مثال لحضرتك في الدوري في البطولات الاوروبيه، مفيش مره ابدا الفار جاب الحكم والحكم عكس في القرار، او مفيش مره ابدا الفار جاب الحكم والحكم قال لا انا مش هاخد بقرار، لكن 90% من الحالات اللي تم استدعاء فيها الحكم من تقنيه الفار بيرجع الحكم بياخد بقرار الفار. ولكن هنا بيبقى في نوع من نوع اللي يعني ايه، لا مش هاخد بكلامك، انا همشي بقراري. انت ليك القرار الاول والاخير كحكم المباراه، ما حدش قال حاجه، ولكن لما انا بجيبك اكيد ببقى شايف حاجه انت حضرتك في الملعب ما شفتهاش. صحيح. وبالتالي هنا لابد ان يكون في تناغم ما بين حكم الفار وحكم الميدان.
هنا بنقول كريم، هنا في حاجه مهمه جدا، ان بعض الحكام اللي هي بتعتمد على الفار، انا بقول نصيحه ليهم، من فضلك من فضلك من فضلك يا حكم، لا تعتمد على تقنيه الفار، وانسى ان الفار موجود، لانك انت احيانا بتهمل وبتكسب، وانك انت ما بتشتغلش على نفسك، وبتبقى بعيد وما عندكش التوقع ولا عندك القراءه ولا عندك يعني قراءه الطرق واساليب اللعب، بتتركن على الفار، واحيانا الفار في حالات مهمه ما بيجيبش فيها الحكم. الموضوع محتاج ان احنا كلنا نشتغل، وانا بتكلم على الحكام، لان لجنه الحكام مش هتجيب كل حاجه، انت لابد كحكم لابد انك انت تشعر بان الفتره القادمه فتره صعبه جدا للانديه، لابد انك انت تشتغل وتتمرن وتجتهد، ويبقى عندك القدره على انك انت تحقق العداله باقل اخطاء تحكيميه. صحيح. انا يعني اتمنى ان الرساله دي تكون واصله او توصل يعني لصاحب نصيبها او للاشخاص المعنيين. وعلى كل حال بنشكرك جدا على هذه المداخله كابتن ناصر عباس، والكلام اللي حقيقي مفيد ومحترم جدا، ويمكن هنفضل نردده يعني.